الاهلي يعود للانتصارات خارج الديار بالتلاتة على فيتا كلوب، ويقترب اكتر واكتر من الصعود لدور الثمانية في دوري ابطال افريقيا في مباراة الاول. موسيماني قدم فيها عظمة، وفي الشوط الثاني قدم عظمتين. موسيماني النهارده قدم مباراة كبيرة جدا جدا جدا، ولعيبة الاهلي قدمت مباراة اكبر. هنتكلم في كل حاجة النهارده مباراة الاهلي وفيتا كلوب. بس طالما الحلقة دي وصلت لك انزل اعمل لايك عشان الحلقة توصل لاكبر عدد من الناس، ولو اول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد. يلا بينا نخش نتكلم عن عظمة موسيماني والأهلي. حطني رقم واحد في الهجاصين. موسيماني النهارده بدأ المباراة بتشكيلة مغايرة، والأول مرة تقريبا يبدأ بيها من ساعة ما جه الأهلي، وهو 4-4-2 فلات صريحة. بدأ في راس المرمى محمد الشناوي، بيلعب باتنين قلوب دفاع، بدر بنو، ناصر إبراهيم، ناحية الشمال أيمن أشرف، تحت يمين محمد هاني، اتنين في نص الملعب ياسر عمرو السليه وأليو ديانج على اليمين، بيلعب قفشه على الشمال، بيلعب اجاييه، اثنين مهاجمين محمد شريف ومروان محسن. من اول دقيقه في المباراه موسيماني داخل المباراه مش عايز يكون رد الفعل. موسيماني مش عايز يكون رد الفعل في مباراه فيتا كلوب، ولكن مدرب فيتا كلوب ما كانش يتوقع الاهلي ينزل يلعب بالاسلوب ده. مش متوقع ان الاهلي ينزل يلعب بالاسلوب ده. ايه الاسلوب اللي الاهلي لعب بيه وفاجئ بيه فيتا كلوب؟ الاسلوب اللي لعب بيه الاهلي ايه؟ اللي هو بيلعب ضغط عالي من كل الخطوط. قفشه كانت بتضغط، اجايب اللي بيضغط، اثنين المهاجمين بيضغطوا بشراسه وبيخنقوا اللعيبه بتاعت فيتا كلوب كويس جدا. الاثنين بتوع الاهلي محمد شريف ومروان محسن، الاثنين ما كانوش بيضغط على حامل الكوره، لا، واحد كان بيضغط على حامل الكوره والثاني كان بيقفل عليه زوايا التمرير بيخليه يعتمد على الكوره الطويله، والاهلي ياخد الكوره الثانيه ويبتدي يلعب الهجمه. الاهلي كمان الاسلوب الثاني دي الاسلوب الاول اللي هو الضغط العالي اللي هو يقرف فيه لعيبه فيتا كلوب، ما بيخلهمش يبداوا الهجمه باريحيه من تحت لفوق. والحاجه الثانيه اللي هو عمله اللي هو كان بيلعب دايركت بلاي، ما كانش بيلعب تحضير لعب، اللي هو انا احضر لعبه واخلي الفريق يرجع لمنطقته ويبتدي يدافع ويعمل دروب باك ويبتدي الاهلي يحضر لعب قبل ما يوصل لمرمى فيتا كلوب. لا، موسيماني ما عملش كده. موسيماني دخل المباراه انا هضغط ضغط عالي، دي حاجه. الحاجه الثانيه العب دايركت بلاي، كور مباشره، اول الكوره ما تجيلي بنشوف كتير جدا ياسر ابراهيم وبدر بنهم بيشوط كوره عاليه، وحتى عمرو السليه كمان بيعملوا تشيبات في ظهر المدافعين بتوع فيتا كلوب. فيتا كلوب كمان كان بدأ المباراه بشكل غريب اللي هو كان فاتح خطوطه جدا، وكانه داخل بيقول انا مش همن الاهلي، انا داخل المباراه عايز اكسب المباراه. وان فتحه صدره دي اللي هو ساب مساحات في ظهره ادى الاهلي في اول دقيقه واول دقيقتين في المباراه بروح منفردين، كوره محمد شريف بيضيعها والكوره الثانيه الحارس بيمسكها، ولكن الكوره الثالثه اصابت مرمى فيتا كلوب. كوره برده اتلعبت في ظهر دفاع فيتا كلوب اللي كان مفتوح على مصراعيه هجوم النادي الاهلي. هجوم النادي الاهلي استغل الفرصه دي كويس جدا جدا جدا، محمد شريف بشماله مميزه جدا من فوق الحارس، الهدف الاول الاهلي في الدقيقه 6. والهدف دوت ريح الاهلي كتير كتير كتير، ان الاهلي لو كان اتاخر في تسجيل الهدف الاول كان ممكن المباراه تصعب عليه، ولكن بعد تسجيل الهدف الاول ابتدت الدنيا ترتاح شويه. فيتا كلوب هو المتسرع، فيتا كلوب هو المستعجل، الاهلي بيلعب باريحيه. وكمان الاهلي في الربع ساعه الاولى ما رجعش لمنطقته ورجع نص ملعبه ويلعب دروب باك، لا، الاهلي من بدايه المباراه لحد دقيقه تقريبا 20 بيلعب ضغط عالي، بيلعب بشراسه، بيلعب عاوز يجيب جون والتاني علشان يلعب مريحيه باقي المباراه. وده اللي حصل فعلا في الدقيقه تقريبا 16 والدقيقه 17، قفشه مستغل برده المساحه اللي في ظهر مدافعين فيتا كلوب وبيروح وبيعدي بيشوط كوره جميله جدا جدا جدا، والتوفيق خدمه كمان، بتخبط في بطن العارضه وبترد في الشبكه، والهدف الثاني للاهلي في اول 20 دقيقه في المباراه. ومن هنا المباراه تغيرت تماما بالنسبه للنادي الاهلي. الاهلي بدايه المباراه كان عايز يبقى هو الفعل، انا اللي اعمل الشيء وفيتا كلوب يبقى هو اللي يرد عليا، مش فيتا كلوب هو اللي يعمل وانا برد الفعل. قال لي الفعل اللي عمله هو بدا دايركت بتاع الجول، جاب هدف الاول، جاب الهدف الثاني، ولكن بعد الهدف الثاني الاهلي ابتدى يهدى شويه، ابتدى يهدى شويه، مش يفضل يلعب ضغط عالي طول المباراه، هيجي في نص الشوط الثاني مثلا وتلاقي البدري بتاعه وقع، ولكن الاهلي عرف يوزع مجهوده كويس جدا في المباراه. بعد الجون الثاني الاهلي ابتدى يريح، ابتدى يرجع لنص الملعب، ابتدى يلعب دروب باك، ابتدى يلعب بال10 لعيبه تحت الكوره عشان ما يديش فرصه لفيتا كلوب انه يوصل لمرمى النادي الاهلي. وكمان موسيماني دي الحته الهجوميه اللي كنت بشرحها لكم، الحته كمان الدفاعيه المميزه جدا جدا جدا، وهي الستاره اللي كان عاملها في نص الملعب. الرباعي اللي كان بيلعب في نص الملعب حرفيا كان عامل ستاره قدام محمد الشناوي والقلوب الدفاع اللي هم ما يخلوش لعيبه فيتا كلوب توصل لنص ملعب او يوصل لكونتيه جزاء النادي الاهلي. كنا بنشوف السلاي بيضغط بشراسه، الي دانج بيضغط بشراسه، اجايب بيضغط بشراسه، حتى قفشه، قفشه اللي بيضغط قليل جدا في النادي الاهلي، لا، النهارده كان بيضغط بشراسه. والنهارده الاهلي اللي قد ان هو يكسب بالثلاثه ويكسب المباراه ويخرج بالثلاثه بوينت من بره ملعبه، ان النهارده كان في شراسه في ارض الملعب. الشراسه اللي كنا شايفينها النهارده، ضغط الشرس، التدخلات العنيفه، كل الكلام ده ما كناش شايفينه قدام سيمبا في تنزانيا، قد ان الاهلي يخسر المباراه. ولكن النهارده ضد فيتا كلوب لا،
في شراسه في ارض الملعب، في رجوله، في ضغط، في ضرب، مش ضرب اللي هو ياذي اللاعب، لا خشونه اللي هو يخوف اللاعب اللي قدامه. وستاره بنص الملعب كانت خلال لعيبه فيتا كلوب في صعوبه شديده قوي للعبال ما بتوصل للبن بتاع القرآن. وتقريبا الشوط الاول كله ما وصلوش على مرمى الشناوي تماما غير بكره واحده بس الشوطه اللي ردت من عرضه للاعب بتاع فيتا كلوب، بعد كده الشناوي شالها بريفليكس عالي جدا جدا جدا. الشناوي يا جماعه بيقدم مستويات كبيره قوي، البطل معروف عبر التاريخ ان البطل في النهايه لازم يبقى عنده حارس كبير وحارس تقيل، وده اللي بيتطبق في نادي الاهلي. محمد الشناوي حارس مميز جدا سواء على الريفليكس او التراي اللي بيعمله او الكور اللي بيشيلها او كل الكلام ده فوق الممتاز. والحاجه الثانيه شخصيته القياديه جدا في ارض الملعب تدي اريحيه للوب الدفاع اللي قدامه، وطول ما الحارس مدي ثقه للوب الدفاع ولوب الدفاع مدي ثقه للحارس مش هتلاقي هزه في دفاع الفريق. النهارده الشناوي عشان الدفاع الاثنين قلوب الدفاع اللي قدامه ياسر ابراهيم وبدر بنون واخدين الثقه من الشناوي وعارفين ان الشناوي هيشيل اي كوره بتروح عليه اللي بتلعب باريحيه، اللعيبه مش مستعجله. بدر بنون وياسر ابراهيم النهارده قدموا مباراه عالميه، ياسر ابراهيم من تطور لتطور لتطور بصراحه. الاهلي خرج الشوط الاول 2-0 بشوط اول عالمي من موسيماني، قدر في اول 20 دقيقه يخطف الاول ويخطف الثاني، ولكن بعد الجونين ابتدى يريح شويه، ابتدى يهدى شويه، ابتدى يخلي فيتا كلوب بيمسك الكوره اكتر، ادانا الاستحواذ، العمده بالاستحواذ، ولكن انا مش هخليك توصل لمرمايا، مش هخليك تشوط شوطه اون تارجت تون ال 45 دقيقه الاولى، وده نجح فيه موسيماني. ولكن موسيماني اللي انا كنت مستنيه في الشوط الثاني بسبب اصابه محمد شريف، اللي هي كانت بصراحه اصابه مخيبه للامال تماما، ان الثنائي محمد شريف ومروان محسن كانوا عاملين ثنائيه كويسه جدا في الهجوم بتاع النادي الاهلي. النهارده كنا بنشوف لاعب بيضغط ولاعب بيقفل زوايا التمرير، لاعب بيضغط لاعب بيوجه الهجمه الناحيه الثانيه، وده مميز جدا جدا جدا. ادى ان ده اللي احنا هنشوف شوط اول مروان محسن بقالنا كتير قوي ما شفناهوش، ده اللي مروان محسن خلاه مميز ان بيلعب باثنين مهاجمين مش مروان محسن لوحده. ولكن الشوط الثاني لما خرج موسيماني محمد شريف بسبب الاصابه ونزل طاهر محمد طاهر والتشكيله اتحولت شويه ل 4-2-3-1، ابتدى ان مروان محسن يلعب كمهاجم لوحده، وده خلى مروان محسن شكله مغايب في الشوط الثاني، مغايب هو اللي يضغط لوحده، هو اللي بيحاول يستخلص الكوره لوحده، هو اللي ابتدى يعمل فاولات في نص ملعب فيتا كلوب. وده مش بقول لك بقلل من مروان محسن، بقول لك لاعب سيء، لا مروان محسن لاعب خامه كويسه. الاعتراف ان مروان محسن انا بقالي فتره كبيره مش مقتنع بمروان، ومازال نوعا ما عندي شويه شكوك عنده، ولكن مباراه النهارده ممكن تغير من اسلوب مروان محسن كتير جدا. الضغط، كسب الكره الثانيه، كل الكلام ده مروان محسن قدم مباراه كويسه جدا، ولكن مروان محسن ما يلعبش لوحده. واللي انت شد الثاني، انت زاد شد الثاني بتدافع، قالوا صراحه انا هلعب زون ديفنس، هقف نص ملعبي، هديك انت الكوره استحوذ واعمل اللي انت عايزه وبس ما تجيبش جوان. ده اللي كان بيلعب عليه موسيماني، اللي انا هدافع وانت خد الاستحواذ العب الكوره ولكن ما يدخلش فيا جول. ده الريسك اللي كان بيلعب عليه موسيماني، والريسك ده نجح ان انت كنت بس كنت المفروض بقى طالما انت تلعب اللي انت تلعب زون فينس مان وتلعب الهجمه المرتده كنت تطلع مروان محسن، ان مروان محسن ما يلعبش مهاجم لوحده، تطلع مروان محسن وتطلع لاعب كمان وتنزل بواليا وتنزل حمدي فتحي في نص الملعب. ده كان لازم يحصل في بدايه الشوط الثاني. خلاص عرفت محمد شريف نزل تمام، نزلت طاهر محمد طاهر، كنت المفروض بعدها بشويه تسحب مروان وتسحب حد من نص ملعب قفشه مثلا وتنزل حمدي فتحي وتنزل كمان بواليا، عشان بواليا لاعب اجريسيف اكتر ممكن يقرف اكتر دفاع فيتا كلوب على مروان محسن بيلعب لوحده، وكمان حمدي فتحي اللي هو يقفل مع ثلاثي نص الملعب يبقوا ثلاثي عمرو صليه وقالوا ديانج وحمدي فتحي. ولكن ده حصل في نهايه المباراه او اخر ربع ساعه تقريبا في المباراه لما خرج قفشه وخرج اغاييه ونزل حسين الشحات ونزل حمدي فتحي ابتدى يقفل تمام ويلعب على الكاونتر اتاك، والكاونتر اتاك ادى الاهلي يجيب الجول الثالث. دفاعات فيتا كلوب المفتوحه على مصراعيه من بدايه المباراه، بواليا بيخطف الكوره بيروح 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 بيلعب الكوره بالعرض لطاهر محمد طاهر، طاهر محمد طاهر ما بيخيبش الامال ويخش الجون الثالث الاهلي. وانا صراحه انا جاي الكوره هنا اخد 3 بونت واحسم الصعود. قال قدم مباراه كويسه جدا 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 النهارده ضد فيتا كلوب، كسب 3-0، خد 3 بونت يقترب بشده من الصعود. خلاص ده مباراتين، مباراه في مصر ومباراه بره مصر، مباراه مره مصر ضد المريخ، والاهلي يقدر يكسبها بكل سهوله لان المريخ مستواه ما يوشرش بالخير، الاهلي يقدر يكسب هناك، والاهلي لو كسب هناك المريخ في السودان يبقى رسميا الاهلي ضمن الصعود، والصعود يقترب اكتر اكتر من القلعه الحمراء وبين القلعه البيضاء اللي هتلعب كمان شويه على طول، وان شاء الله الاثنين المصريين يصعدوا. ومبروك لكل الاهلاويه 3 بونت، مبروك الاقتراب من الصعود،
وباقي كل الزملكاويه كمان لما بارك لهم الساعه 11 بالليل باذن الله. ولكن كان راي شخص واحد في مباراه الاهلي وفيتا كلوب، قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعاتك، هل الاهلي قادر على صعود مبطوء من المجموعه، ولو صعد من المجموعه يصعد كاول المجموعه ولا الثاني؟ قول لي توقعاتك في الكومنتس، ولو الحلقه عجبتك ما تعمل لايك عشان الحلقه توصل لاكبر عدد من الناس، ولو اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على الفيسبوك ريتويت على تويتر، وكمان معاك وصلنا نشوف الحلقه الجايه. سلام.